تعمل كده ليه؟ ده دم الوليه؟ انت مجنون؟ انت مشيت في الشارع كده يا علي؟ ايوه مشيت كده. وده دمها ودمه. دمه؟ انت قتلت حد تاني غير الوليه؟ ما ترد عليا! لما سألت عليها البواب قال لي انها مراته. مرات مين؟ معاك طبنجة؟ معايا طبنجة. انت عملت ايه في شغلانتي امبارح؟ خلصت؟ خلصت وبكده اكون خلصت اللي عليا ومبقاش ليا حد. علي انت رافع كمية؟ لازم تاخد دش وترتاح. ارتاح علي، غير هدومك وارتاح. عايز الهراج دفتون مراتي، الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. عينيا لو دمعت هغزاهم، بس انا صعبان عليا نفسي. اوعى تفكر في اللي بره، اللي بره واسع وكل سالك فيه، لكن هنا دايما. وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزاد. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده حسيت اني استريحت، حسيت اني خدت بداري. عايز اقتل الناس كلها. انا بس اخليكي كل ما هتبصي في المرايه Thank you.
التلبيس راشد علي هو اللي قتل راشد. علي سويت انا تسويت انا تسويت وخلاص. علي قتل راشد قتل وخلاص. وانا تسويت انا تسويت. بعدين بقى دي رابع نسخه من العقد وبرضه وزاره الاسكان عاوزه تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد ما هي مدام داليا قافله تليفونها ومختار ما بيردش عليا، انا مش عارف اعمل ايه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطله. طيب يا استاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف. الله يرحمك يا مراد. ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع سنة كمان. ارجع ماشي، ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي، مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ها ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما حضرتك امرت. اتنين في ظهر الفيلا من ورا غير الثلاثه اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضو في الطرف الرابع غير الثلاثه اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ اه يا باشا هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي. تحت أمرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا أكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة. متشكر.
تحت امرك. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك. باشا. ها؟ هو في خطر على حياة مدام داليا؟ لا، احنا بس شفنا حد في الجنينه افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي، فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا، تحت امرك يا باشا. ماشي، ارجع يا ابني اعمل السور يا ابني، ارجع عينك مفتحه. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها، نمتي كويس؟ لا، ما عرفتش انام طبعا. برضو حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش، انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه، بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا وما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده مش هقعد. راح فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست، مش هينفع. خش جوه. احمد ايوه بس تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبه لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمه ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها تضغط بتاع بولا. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست، مش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبه، اختها في المستشفى بين الحياه والموت ولازم تشوفها. وانما مدام قولي قولي العسليه ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ عسليه؟ عسليه؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش فتون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروحي في حته دلوقتي خالص، لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعالى تعالى. حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام انا ما قبضوا عليها على السلم، قعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر يا باشا. نفهم بس. اتفضل. حاضر يا باشا. يا فندم دلوقتي عندها صدمه عصبيه، عموما ناديتها منوم قوي، لازم بس نستنى شويه على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش اي حاجه جديده؟ لا خالص، كل اللي على لسانها ان اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور، شكرا. يلا يا ابني خليك انت. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقولي ايه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا، مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على ايه خالص. أنا جايلك برسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة انكم عملتوا لي جميلة مش هنساها لكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي، اسمه راشد. أنا مش فاهمة تتكلمي على إيه. مش مهم، مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لي في حسابك في البنك، نسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين. بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. تصدقي ان انا فعلا كنت عايزه تنزلكوا عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك. لو انت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب
بص ما اقولك، انا جاي عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه، حربايه من اللي بتلونوا دول. عارفه علمتني ايه؟ سأليني ايه؟ ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني، من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. أنا لسه خارجة من عندها حالة، كل حاجة باظت. عرفت إن إحنا أجرنا حد عشان يقتلها. طلعت تعرفه؟ معرفش. بقولك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي إحنا عملناه. لا 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 لا، إنساني، أم أوت، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده. أنتوا الاتنين قاعدين برا وسايبيني أنا في وش المدفع. وبعدين في الأول وفي الآخر مش هاخد حاجة من أخويا الله يرحمه. ومش عايزة أدخل في مشاكل أنا مش قدها، أوكي؟ يلا باي. بقيني يا ماما، حوامي يا ماما. رايحة فين؟ مالكش دعوة. رايحة فين؟ بقيني يا ماما. اهدي بس. حوامي يا ماما. قولي لي عايزه اهدي اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. داريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى اهدي بقى. مش قادره. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سامعاني كويس؟ زي الفل، سامعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ أنا جوزي ما اسموش عادل، أنا جوزي اسمه روي. أجدع فتوة فيك يا بول، علي روي. أمال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك إيه؟ قلت ما اسموش عادل، يبقى جوز أختي عسلية، بس هي بقى سابته وهربت. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد، راشد باشا بقى ضرب له بطاقة. أصل هو قتل الونش لما علي جوزي دخل السجن، بس أنا هصالحه. أصل علي ده، علي ده حبيبي، أنا هو بنحب بعض طول العمر. أو النعمة هو يقدر يستغنى عني ولا انا اقدر استغنى عنه ابدا. اهدي اهدي، اعتقد انها مش عارفه هي بتقول ايه اصلا. هو حضرتك مين؟ انت تعرفيها؟ اعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامه. ثانية واحدة في البيت. سيبها لو سمحت. مالك يا حبيبتي؟ النبي أنا عايزة أروح أقابل جوزي، عايزة أروح بولان. طب معلش يا مختار، أنا مضطرة أقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذة أختي، ممكن تديني العباية السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما أنت اسم الله ما بقيتيش محتاجاها.
أنا بس عايزاها عشان أروح بيها بولاد بدل الزفت اللي أنا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض أنا وأنتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولاد. أنا عايزة أروح أشوف علي، عايزة أروح بولاد أشوف جوزي. عارفة لو صوتتي تاني قدام شاهين أنا هسجنك في أوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمة؟ يا فردوس، فردوس. أيوة نمبلي، خير في إيه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا تعالى نطلع أوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس أنا مش عايزة شاهين يخاف منك. ولا أنا عايزة يخاف مني يا أختي والله. طب والله العظيم أنا بحبه أوي، بس أنا بقى ما بحبش علي أو النعمة، ما بحبوش. ولا الزفت راجل بحبه، ما بحبهمش أنا. بصي يا أختي، بصي شوفي وشي، أنا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسلية والله. أنا عايزة أجيب وش تاني. أي يا أختي والنعمة، أنا معايا فلوس أساسا، أنا مسافة السكة، أنا مش هتأخر عليكي خالص. أنا عايزة أروح أشتري وش وأرجع على طول. تعيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش. ايوه انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيلة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعملي فيا كده؟ ماشي عسلية، حاضر. اسفة يا فتون اني عرفت علي على مكان.